بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما تعرفنا على الفسيولوجي اوف ذا اميون سيستم ودور الاميون سيستم في عملية الانفلاميشن، في هذا الشابتر حنتعرف على بعض الديس اوردرز اللي تابعة للاميون سيستم او الديس اوردرز اللي بتنتج من الاميون ريسبونس. بشكل عام الاميون سيستم مثله مثل اي سيستم موجود في جسمنا، ممكن يصير في عندنا increasing في الاكتيفيتي or decreasing في الاكتيفيتي للاميون سيستم، فبالتالي بينتج عن هذا الالتريشنز بعض الديسوردرز. الديسوردرز اللي بتنتج من الديكريزنج اوف ذا اكتيفيتي اوف ذا اميون سيستم بنسميها اميونو ديفيشنسي ديسوردرز، مثل مرض الايدز. اما الديسوردرز اللي بتنتج بفعل الانكريزنج اوف ذا اكتيفيتي اوف ذا اميون سيستم، او ممكن نقول هايبر اكتيفيتي اوف ذا اميون سيستم، هي الاوتو اميون ديزيزز، الالرجي، والهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. طبعا من الصعب جدا ندرس كل الديس اوردرز اللي بتتبع للاميون سيستم، لانه الموضوع كبير جدا وراح يحتاج منا كل الفصل عشان نقدر ندرس كل هذه الديس اوردرز. لهذا السبب تم اختيار فقط 1 ديس اوردر بيتبع للديس اوردرز اوف ذا اميون ريسبونس بنسميه هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز، وهذا بيكون نتيجة الهايبر اكتيفيتي اوف ذا اميون سيستم. حنتعرف على التايبس اوف ذا هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز والميكانيزم لكل ديس اوردر او لكل تايب بيتبع لهذه الرياكشنز ان شاء الله. المخطط اللي امامنا وضحناه لما شرحنا شابتر الاميون سيستم. هذا المخطط بوضح انه المين فانكشن للاميون سيستم هي the protection of the body against the pathogens والforeign substances والcancer cells، طبعا من خلال الاميون ريسبونس اللي بينتج من الانتراكشن between الاميون cells and the pathogens والforeign substances والcancer cells واللي ممكن نسميهم بالانتيجينز. اذا هذا هو المين فانكشن، او هذه هي المين فانكشن للاميون سيستم، protective response. لكن في بعض الحالات بينتج unwanted response من الاميون response. بشكل عام ال unwanted response تنتج من ال hyperactivity of the immune system، من ال hyperactivity of the immune system. ممكن نسمي ال unwanted response بال hypersensitivity، وممكن نقسمها الى 3 classes: autoimmune diseases, allergy and هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز، وهذا اللي حيكون موضوعنا خلال هذا الشابتر ان شاء الله، هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز. طبعا لما نتكلم عن هذا الموضوع اللي هو الهايبر سنسيتيفيتي رياكشنز، هنلاحظ ان هي بتشمل الاليرجي وبتشمل بعض انواع الاوتو اميون ديزيزز. قبل ما نبدا نتعرف على الكلاسز او التايبس اوف هايبر سنسيتيفيتي رياكشنز والميكانيزم لكل نوع على حدة، راح نعرف الهايبر سنسيتيفيتي. هي عبارة عن abnormal and excessive response of the activated immune system. هذا الكلام بتوافق مع شرحنا، حكينا انه ال unwanted response بينتج من ال hyperactivation of the immune system. اذا انا في عندي excessive response من ال activated immune system. الان راح ننتقل ونتعرف على ال types of hyper sensitivity reactions إن شاء الله. In general, there are 4 types of hypersensitivity reactions. Type 1, immediate hypersensitivity reaction. ومن الاسم واضح إنه إحنا بنتكلم عن rapid immune response against the antigen. Immediate hypersensitivity reaction هو عبارة عن rapid immune response against the antigen. أكيد الأنتيجين اللي بيعمل الهايبر سنسيتيفيتي تايب 1 بيختلف عن الأنتيجين اللي كان يعمل الانفلاميشن أو يعمل الانفكشن، أو بمعنى الأنتيجين اللي بيكون الإميون ريسبونس الخاص فيه هو بروتكتيف ريسبونس. إحنا هنا ما بنتكلم عن بروتكتيف ريسبونس، بنتكلم عن unwanted ريسبونس. فبالتالي أكيد في اختلاف بين هذا الأنتيجين وبين الأنتيجين اللي بيعمل بروتكتيف ريسبونس. هذا الأنتيجين اللي بيعمل الإميديت هايبر سنسيتيفيتي رياكشن هو هارملس أنتيجين،
هارملس انتيجين، يعني بشكله الظاهري هو انتيجين غير ضار. طيب ايش الاكزامبلز على الانتيجينز اللي بتعمل تايب 1 هايبر سنسيفيتي رياكشن؟ واحد البولينجرينز، حبوب اللقاح. اثنين الدست. ثلاثة الفود، في بعض الأطعمة بتعمل التايب 1 اللي هو الأليرجي المقصود فيها، بتعمل تايب 1 هايبر سنسيفيتي رياكشن. ممكن تكون دراجز زي البنسلين، كثير بتسمعوا في ناس عندهم حساسية البنسلين، هذا عبارة عن تايب 1 هنتكلم عنه. ممكن كمان عندنا الكيميكالز وبالذات المنظفات، في كثير ستات لما يستخدموا الكيميكالز في تنظيف البيوت بصير عندهم حساسية أو بكون عندهم حساسية من هذه الكيميكالز. ممكن تكون الأنيمال داندرز اللي هي وبر الحيوانات أو شعر الحيوانات، يعني في كثير من السيدات عندهم حساسية من شعر القطط. فبالتالي الآن إذا ملاحظين إنه أنا تكلمت عن أنتيجينز، هذه الأنتيجينز في طبيعتها هي هارملس، لكن بتقدر تعمل أكتيفيشن للإميون سيستم بحيث إنه ينتج عنها unwanted response اسمه تايب 1 immediate هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. هذا بشكل عام تعريف التايب 1 وشو هو الأنتيجينز اللي بتعمل تايب 1. الآن كيف بصير عملية كونتاكت بين الإنسان وبين هذه الأنتيجينز، أو كيف تنتقل هذه الأنتيجينز إلى الإنسان عشان ينتج عنها هذا الريسبونس؟ ممكن باي انهاليشن زي البولين جرينز والدست، ممكن باي دايجستشن زي الفود، ممكن باي انجكشن زي الدراجز زي البنسلين على سبيل المثال. طبعا أكيد الدور أو الروت أوف أدمنستريشن بيلعب دور أساسي في الديجري أوف تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن، هذا شيء أكيد. طيب الآن إيش المين سيلز المسؤولة عن هذا الرياكشن؟ في الكتاب مكتوب عنكم two types of cells، أنا بدي أشيل كلمة two لأنه هم أكثر من two cells. المسؤول عن التايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن هو اربع خلايا. الان مش لازم يكونوا الاربع موجودين مع بعض، ممكن يكونوا ثلاثه مع بعض، لكن اقل شيء لازم يكون عندنا تو سيلز، لازم يكون اقل شيء تو سيلز عشان يكون في عندي تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي رياكشن. طب ايش هما التو سيلز او ايش هما الفور سيلز اللي بشكل عام بيعملوا التايب 1؟ الخلية الأولى هي تي هيلبر 2، إذا أنا بتكلم عن السي دي 4 تي هيلبر 2، هذا الكلام أخذناه بالإميون سيستم. نتكلم عن الماست سيل هي رقم 2، نتكلم عن الإيوزينوفيل، وبنتكلم عن البيزوفيل. إذا في عندي 4 سيلز بيعملوا تايب 1، مش لازم يكونوا موجودين هم الأربعة، أو مش لازم يصير لهم activation للأربع at the same time، لكن أقل شيء لازم يكون في عندي two cells، ولازم واحدة تكون منهم الـ T helper 2، لازم الـ T helper 2 بشكل أساسي. ممكن تكون T helper 2 مع mast cell، T helper 2 مع eosinophil، T helper 2 مع basophil. ممكن يكون الـ T helper 2 مع اثنين، مع mast cell ومع eosinophil. ممكن تكون T helper 2 مع كلهم، mast cell و eosinophil والبيزوفيل. تمام، هذا النقطة لازم تنتبهوا لها منيح. الآن هذا الـ Type 1 زي ما سميناه Immediate Hypersensitivity Reaction له اسم تاني بسموه IgE Mediated Hypersensitivity Reaction، IgE يعني بيعتمد اعتماد كلي على IgE، وهذا شيء منطقي بما أنه أنا بتكلم عن mast cell وبتكلم عن إيزونوفيل وبيزوفيل، فأنا أكيد رح أتكلم عن IgE لأنه هو هذا اللي بيرتبط فيهم. هذا الكلام نوهنا إله لما نتكلمنا عن هذه الخلايا في الـ immune system. واضح؟ إن شاء الله تكون الأمور واضحة.
الآن راح نبدأ بالميكانيزم of immediate hypersensitivity reaction. يعني كيف بصير؟ الآن حتسمع مصطلح اسمه pathogenesis. دائما راح أتكلم عن الباثوجينيسيز. الباثوجينيسيز هو الميكانيزم of disease. كيف بصير الديسيز؟ pathogenesis. راح أشرح الباثوجينيسيز لتايب 1 بشكل عام، وبعد هيك لما نتكلم نختار 2 diseases نتكلم عنهم أكيد راح يكون نفس الباثوجينيسيز. إذا هذا الباثوجينيسيز اللي أمامنا هذا بنطبق على كل الديسيزز اللي بتتبع لتايب 1 reaction. الآن الباثوجينيسيز لتايب 1 بينقسم إلى 2 phases. الفيس الأولى اسمها sensitization phase، sensitization phase، والثانية اسمها degranulation phase. الفيس الأولى اسمها sensitization phase، والفيس الثانية اسمها degranulation phase. نتكلم عن كل phase وإيش اللي بصير فيها. الآن أساس هذه العملية هو الـ antigen presenting cell. الـ antigen presenting cell سواء كان الـ dendritic cell أو الماكروفاج راح يوصل الانتيجين اللي مرتبط بالـ MHC class 2 molecule راح يوصلها للـ CD4. بما أنه أنا ما أتكلم عن type 1 فأنا راح أتكلم عن T helper 2. إذن واضح أنه أنا في عندي interleukin 4 هو اللي يفرز، عشان هيك بصير في عندي differentiation للتي هيلبر سيل الى تي هيلبر 2. التي هيلبر 2 ايش بتعمل بشكل اساسي؟ حكينا بشكل اساسي بتفرز الانترلوكن 4 وبتعمل ديفرنشيشن للبي سيل اللي راح تتحول الى البلازما بي سيل. البلازما بي سيل هي بتعمل برودكشن وسكريشن للانتي بوديز. بما انه انا بتكلم عن تي هيلبر 2 فانا بتكلم عن اي جي اي انتي بودي، عشان هيك سموا العملية هاد أو النوع هذا من الهايبر سنسيفيتي سموه بالـ IgE mediated reaction، بيعتمد على الـ IgE. الآن مباشرة هذا الـ IgE بينتقل إلى السيركوليشن وبيصل للماست سيل أو البيزوفيل أو الإيزينوفيل ثلاثة، وفي موجود ريسبتور بسموه FC ريسبتور اللي هو constant fragment FC constant fragment receptor. هذا الريسبتور بيرتبط في الـ IgE. الآن ارتباط الـ IgE بالماست سيل أو الإيزينوفيل أو البيزوفيل هذا اسمه sensitization. الآن أنا عملت لها sensitization لمين؟ لخلايا الماست سيل والإيزينوفيل والبيزوفيل. ممتاز. الآن إيش راح يصير الخطوة الثانية؟ الآن الخطوة الثانية هي عملية degranulation، لأنه إذا فاكرين لما تكلمنا عن هذه الخلايا حكينا مليان granules، وهذه الgranules فيها الهستامين وفيها الميدياتورز بشكل عام، السيتوكاينز والهستامين وإلى آخره. ممتاز كتير. الآن اللي راح يصير هو خطوة مهمة جدا وهي أساس العملية، عملية الهايبرسنسيفيتي تايب 1، انه راح يرتبط الانتيجين. طبعا الاي جي اي هذا بيرتبط فيه الانتيجين. طبعا الانتيجين ما زال موجود عندنا لانه انا في عندي كونتاكت. لو صار عندي انهاليشن للدست حيفوت جزء من الدست، حيعمل زي ما حكينا انتيجين بريزنتنج سيل ويعمل المسار هذا، لكن الدست ما زالت موجوده. فهذه الانتيجين راح ترتبط في الاي جي اي اللي مرتبط في الماست سيل او الايزينوفيل او البيزوفيل، وصرح يحفزها ويصير عمليه ديجرانيوليشن وتفرز الميدياتورز تبعتها، وهين راح تبدا عمليه الالرجي. اذا انتبهوا منيح، الماست سيل without sensitization ما بتقدر ترتبط نهائيا بالانتيجين، لازم يصير لها sensitization اي ارتباط الاي جي اي بالريسبتور الاف سي ريسبتور الموجود على الماست سيل، وبعد هيك بيقدر الانتيجين يرتبط في هذا الانتي بادي اللي اسمه اي جي اي، وبعد بصير عندي عمليه الديجرانيوليشن. هذا هو الباثوجينيسيز تبع تايب 1 واللي بينطبق على اي ديسيز. الان بشكل عام معظم الديسيزز تنتهي عند البرايمري ريسبونس، او ممكن نسميها البرايمري فيس، تنتهي في المنطقة هذه، ما بينتقل للسكندري.
الآن إيش هو البرايمري فيس؟ ممكن نسميه طبعاً برايمري فيس، وممكن زي ما هو مسمى هنا برايمري ريسبونس، ممكن نسميه إنيشيال ريسبونس. البرايمري فيس هو عبارة عن رابيد ريسبونس، رابيد ريسبونس أجينست الأنتيجين، هذا الأنتيجين. متى بصير؟ بيبدأ هذا الريسبونس تقريباً من خمس دقائق إلى نص ساعة after the exposure. طبعا احنا ليش ليش ما يعني احنا قلنا immediate، طب ليش خمس دقائق؟ عشان تصير العملية هذه من خمس دقائق لنص ساعة بتصير عندي هذه العملية sensitization، وبعد هيك لما يرتبط كمان مرة بصير عندي degranulation. اذا هو بيبدأ من خمس دقائق لنص ساعة وبيستمر تقريبا او بينتهي هذا الفيس تقريبا بعد ساعة من الاكسبوجر، بينتهي بعد ساعة. ايش اللي بصير فيه؟ بصير فيه عندي سكريشن للمين ميدياتورز الموجودة في الماستيل او الايزونوفيل والبيزوفيل. طبعا اهم خلية في الموضوع هذا في الثلاثة هذول الايزونوفيل البيزوفيل ماستيل هي الماستيل، هي اكثر خلية شغالة، لكن ما بقدر انفي دور الايزونوفيل والبيزوفيل، هم الثلاثة اللي اشتغلوا، لكن اكثر واحدة هي الماستيل. الان ايش هو المين ميدياتور اللي يفرز من الماستيل؟ هو الهيستامين. طبعا يفرز بجانب الهيستامين سيروتونين، ويفرز other mediators، لكن اهم mediator هو الهيستامين. طب ايش بيعمل الهيستامين؟ عرفنا، بيعمل vasodilation في blood vessels، بيعمل increasing في permeability، بيعمل smooth muscle contraction. طبعا smooth muscles مش الموجودة في blood vessels، في other organs، وبيعمل bronchospasm، هذا الكلام اللي بصير في primary أو في الانيشيال فيس وبتنتهي. الآن معظم الديزيزز اللي بتتبع لتايب 1 خلاص بتبدأ وبتنتهي عند البرايمري فيس، لكن في بعض الديس اوردرز زي مثلا الاليرجيك أزمة، وتقريبا هذا هو المثال اللي بينطبق عليه السكندري فيس، تقريبا هو هذا المثال. طبعا ممكن أمثلة ثانية، لكن أنا بدي الآن بدي أحدد إنه الاليرجيك أزمة هي اللي بنشوف فيها البرايمري ريسبونس والسكندري ريسبونس. باقي الديس اوردرز خلاص بدنا نحكي انه فقط برايمري ريسبونس. الان السكندري ريسبونس ممكن نسميه سكندري ريسبونس، ممكن نسميه سكندري فيس، ممكن نسميه ليت فيس. واضح انا بتكلم عن شيء متاخر. انتبهوا، شوفوا متى هذا بيبدا. هذا السكندري ريسبونس بيبدا بعد تقريبا من ساعتين لثمان ساعات من انتهاء البرايمري فيس. من ساعتين الى ثمان ساعات، مش من الاكسبوجر، من انتهاء البرايمري فيس. يعني البرايمري فيس بدا وخلص، بيبدا السكندري فيس. طب ليش بيبدا السكندري فيس؟ لانه في بعض الحالات، وانا خلاص بدي احدد زي الاليرجيك ازمه، الخلايا اللي هي الماسل والبيزوفيل والزينوفيل بتفرز ليبيد سيتوكاينز او ليبيد ميدياتورز. زي مين؟ طبعا بتفرز ميدياتورز، تعمل لايسز للفوسفوليبيد الاراكيدونيك اسيد، في عندي بروستاجلانديز وليكوتراينز. اهم شيء في الموضوع هذا هي الليكوتراينز. ليكوتراينز يعني انا بتكلم عن برونكوسبازم، بتكلم عن ميوكس سكريشن. طلع برونكوسبازم ميوكس سكريشن، واكيد بتكلم عن ميوكوزال ايديما، في عندي صار عندي سويلينج في منطقه البرونكاي. تمام، اذا هذا راح يعمل لي، هذا الكلام راح يعمل لي اليرجيك ازمه. الان مين المسؤول بشكل اساسي عن هذا الموضوع؟ هو الليبيد سيتوكاينز او الليبيد ميدياتورز زي الليكوتراين والبروستاجلاندينز، مش الهيستامين. الهيستامين بيلعب بشكل اساسي في البرايمري، اما في السكندري هي الليبيد ميدياتورز. ايضا السيتوكاينز اللي بتفرز هنا جزء منها كيموكاينز اللي راح يعمل مايجريشن او كيموتاكسز لبعض الاميون سيلز، واللي راح يجيبها لمنطقة البرونكاي، واللي راح يزود من عملية البرونكوسبازم وعملية الميوكس برودكشن وعملية الدمج للميوكوزال لير الموجودة في منطقة البرونكاي. تمام، هذا هو السكندري فيس. طبعا السكندري فيس ممكن يستمر لأيام، ممكن يستمر لأشهر، ممكن يستمر لأكثر من هيك. طبعا هذا الكلام بيعتمد حسب الديسيز. في حالة مثلا الاليرجيك أزمة هذا حيكون مستمر بشكل دائم، كل ما الانسان يتعرض للالرجين اللي بيعمل الازمه. هذا الكلام حنشوفه ان شاء الله، حنشوف الموضوع هذا بالتفصيل في الباتو فيسيولوجي 2.
بمعنى انه كل ما كان في عندي الالرجين موجود الازمه هذه راح تكون موجوده، عشان هيك سموه ليت وهو برولونج في معظم الاحيان، اي بيستمر لفتره كبيره. هذا هو الباثوجينيسيس الخاص في التايب 1 هايبر سنسيتيف رياكشن. الان راح نتكلم عن بعض الديزيزز الموجوده ان شاء الله. الديسوردرز اللي بتتبع للتايب 1 رياكشن بتنقسم الى قسمين، لوكال رياكشنز ممكن نسميهم اتوبيك رياكشنز، سيستميك رياكشنز ممكن نسميهم انافيلاكسيس اور انافيلاكتيك رياكشنز. طبعا اللي بيحدد انه الديسوردر يتبع لللوكال اور السيستميك رياكشنز هو السيفيريتي ديجري اوف ذا ريسبونس والاماونت اوف هيستامين، لانه كل ما كان في عندي مور اماونت اوف هيستامين فبالتالي حيكون في عندي مور affected organs، يعني في عندي اكثر من organ راح يتاثر بالهيستامين، فبالتالي كل ما كان في عندي مور هيستامين بنتكلم عن systemic reactions. طبعا راح نبدا بالنوع الاول local reactions او atopic reactions، وهذا النوع في اكثر من disorder مثل الallergic rhinitis ممكن نسميه بالهي فيفر حمى القش، urticaria اللي هي حساسيه الجلد، food allergies and allergic asthma. الallergic asthma هنتكلم عنها في باتو 2 في الكتاب المقرر مشروح الallergic rhinitis والfood allergy، احنا فقط راح نتكلم عن الallergic rhinitis. الان كتعريف الallergic rhinitis هو عباره عن هايبر sensitivity reaction او type 1 هايبر sensitivity reaction بيصيب الابر respiratory tract. المين كوز للallergic rhinitis هو الدست، بولين جرينز، اند الانيمال راندرز. ممكن تكون الكيميكالز، ممكن تكون الكيميكالز. الباثوجينيسيز للallergic rhinitis هو نفس الباثوجينيسيز اللي شرحته في السلايد السابقه، ما في اي اختلاف، لكن ما بتكلم عن السكندري فيس فقط، بتكلم عن البرايمري فيس. طب شو هي السيمبتومز اللي بتصيب او بتحدد او بتميز الالرجيك رينايتس؟ اول سيمبتوم هو الراني نوز، هو السيلان. راني نوز ممكن نسميه رينوريا، نيزل اوبستراكشن لانه بنتكلم عن كونجستشن احتقان في الانف، سنيزنج العطس، سنيزنج، نيزل اتشنج، نيزل اتشنج حكه في الانف. لكن لازم تنتبهوا انه ما بيكون في عندي فيفر، ما في عندي فيفر لانه ما في عندي بيروجين، لانه انا بتكلم عن هارمليس انتيجين، هارمليس انتيجين، يبقى انا ما بتكلم عن فيفر في الاليرجيك رينايتس. هذه هي السيمبتومز. الان كيف ممكن نعالج المشكله هذه؟ طبعا العلاج فقط اذا كان مشروح في الكتاب عن العلاج كلام كثير، المطلوب منكم فقط في جزئية العلاج هو فقط الاسم، فقط الاسم، ما إلكم بأي تفاصيل تانية في العلاج. الآن أهم علاج للمشكلة هاد هي الأنتيهستامين، لأنه المين كوز هو الهستامين، فأنا بدي أنتيهستامين. ممكن نستخدم نيزل كورتيكوستيرويد، لأنه الكورتيكوستيرويد راح يوقف مسار الإنفلاميشن، مسار البروستاجلاندين، والبروستاجلاندين أيضا بيلعب دور في هذه المشكلة. إذا أنتي هستامين، نيزل كورتيكوستيرويد، وفي عندنا دراج اسمه كرومولين. كرومولين هو عبارة عن ماست سيل ستابيلايزر، يعني دراج بيمنع عملية الماست سيل ديجرانيوليشن، فبالتالي مش راح يكون في عندي سكريشن للهستامين. هذا هو المثال على اللوكال رياكشن. الآن ننتقل لمين؟ للسيستميك رياكشن. الانافيلاكس واسمه الانافيلاكسيس انافيلاكتيك رياكشن. بشكل عام السيستميك رياكشن احنا بنتكلم عن لايف ثريتنينج رياكشن، يعني رياكشن ممكن يؤدي الى الوفاه، رياكشن ممكن يؤدي الى الوفاه. اللي بحدد هذا النوع هو الاماونت اوف هيستامين، نتكلم عن لارج اماونت اوف سيكريتد هيستامين، كميات كبيرة جدا من الهستامين. طب ليش هذا الكلام بصير؟ لأنه بصير في عندي sensitization لعدد كبير جدا من الماست سيل والبيزوفيل والإيزينوفيل. انتبهوا لهذه الجزئية.
انه انا بتكلم عن sensitization لعدد كبير جدا من الماسل. تمام. الان السيفيريتي للسيستميك رياكشن اللي بحدده مش الاماونت اوف انتيجين. اللي بحدد السيفيريتي هو الديجري اوف sensitization للماسل والبازوفيل والايزونوفيل. كل ما كان في عندي more sensitization فانا بتكلم عن more degranulation، فبالتالي بتكلم عن huge amount of histamine secretion، وهذا هو systemic reaction واللي بينتج عنه life threatening symptom، وممكن لو ما تم علاجه يؤدي الى الوفاة، ممكن يؤدي الى الوفاة. الان الكلينيك طبعا الباثوجينيسيس نفس الباثوجينيسيس، بس هنا راح نتكلم عن اكيد راح نذكر في الموضوع هذا السكندري فيس لانه راح يلعب دور اساسي في هذه العمليه. الان الكلينيكال السيمبتومز او الكلينيكال سيمبتومز ممكن نقول سيمبتومز، ممكن نقول كلينيكال مانيفستيشنز، ممكن نحكي كلينيكال بيكتشرز بشكل عام لاي ديزيز. سيمبتومز، كلينيكال مانيفستيشنز، كلينيكال سيمبتومز، اي شيء بدل على سيمبتومز الخاصه في الديزيز. الان الكلينيكال سيمبتومز اللي بتتبع لهذا النوع الانافيلاكسيز بتنقسم الى 4 جريدز، جريد 1 جريد 2 جريد 3 جريد 4. جريد 1 بيميزها هي الاورتيكاريا اللي هي حساسيه الجلد الشكل هذا. اشهر مثال طبعا على السيستميك هو عباره عن حساسيه البنسلين. حساسيه البنسلين ناس اللي ما بيعرفوا حالهم انه عندهم حساسية البنسلين واخذ دواء بنسلين، ممكن يكون تابلت او ممكن يكون بالاي في، بصير عندهم الحساسية وبتبدا بالشكل هذا باليورتيكاريا. شايفين كيف الشكل؟ سيفير يورتيكاريا، هذا جريد 1. جريد 2 بصير عندنا هايبوتنشن لانه بصير عندي فازوديليشن، فبالتالي هايبوتنشن. وطبعا اللي المصاحب للهايبوتنشن تاكيكارديا، لانه هايبوتنشن يعني في عندي ديكريز في الكاردييك اوتبوت، فبالتالي انا بدي الجسم راح يعمل تاكيكارديا عشان يزود من الكاردييك اوتبوت، لانه انا في عندي لارج اماونت اوف هيستامين يعني في عندي برونكوسبازم يعني في عندي ناروينج في الاير واي، بصير في عندي ديسبينيا يعني صعوبه في التنفس، وبصير عندي مشاكل في الجي اي تي لانه في عندي سموث ماسل كونتراكشن، فبصير عندي نوزي اند فوميتنج، ممكن يصير عندنا كمان دياريا. اذا هذا الجريد 2. الجريد 3 بننتقل الان على، لانه انا بتكلم عن الان عن مور اماونت اوف هيستامين، فبصير في عندي سيفير برونكوسبازم، ممكن التاكيكارديا. طبعا التاكيكارديا هو عباره عن رابيد هارت ريت، ممكن يحول الى الاريثميا. الاريثميا هو عباره عن الريجولار هارت ريت، ممكن بطء وبصير بعدين سرعه، بطيء سريع، بطيء سريع، سريع بطيء، هذا هو الاريثميا. ممكن يصير عندي كمان كارديك كولابس، كارديك كولابس، هذا هو الجريد 3. الان الجريد 4 هو الاخطر، اذا وصلنا للجريد 4 انا بتكلم الان عن ديث، بتكلم عن موت، لانه راح يصير في عندي ابينيا، ما في تنفس، وراح يكون في عندي كارديك ارست. الان الموضوع خطير جدا، لكن الموضوع وبخوف كثير، لكن الموضوع ما تفكر انه بينتقل من جريد 1 لجريد 4 مباشرة، لا اكيد بيكون في عندي فترة من الزمن، نتكلم عن دقائق، ممكن لساعات لما ينتقل من جريد 1 لجريد 4، بمعنى انه انا في عندي امكانيه للعلاج اذا اكتشفت الحاله، وبنوضح انه اشهر مثال على هذا الموضوع هو حساسيه البنسلين. طبعا هذا كمان شكل للموضوع الاوديما والالرجي اللي بتصير عند الانسان اللي بتناول البنسلين. العلاج اهم شيء في العلاج، او قبل ما نبدا بالعلاج، اهم شيء في الانسان اللي بيعرف حاله انه في عنده حساسيه مفرطه، نتكلم عن انافيلاكسيس لشيء معين، لدواء معين، لازم يبلغ. مثلا راح على مستشفى في عنده حاله مرضيه، لازم لما يروح على المستشفى يحكي انه انا في عندي حساسيه من 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 الدواء اكس، فبالتالي الاطباء بينتبهوا وما بيعطوه هذا الدواء، بيعطوا دواء بديل له. تمام. طب في ناس مثلا ما بيعرفوا، وهذا الكلام بصير، في انسان مثلا الدكتور بده يعطيه بنسلين، فايش بيطلب منه بالاول؟ بيطلب من الممرض يعمل تيست البنسلين، او بيطلب منه يروح على الصيدليه عشان يعمل تيست البنسلين، فايش بيعملوا؟ بجيبوا بنسلين وبيحقنوه تحت الجلد،
الالم يكون تحت الجلد، هو بيضمن انه ما مش حيصل السيركوليشن، حيكون فقط تحت الجلد، فبالتالي بصير في عنده في منطقه الانجكشن بصير في عنده يورتيكاريا وانفلاميشن واشياء زي هذه، فبيعرف الدكتور انه هذا الانسان في عنده حساسيه للبنسلين، فبالتالي ممنوع يعطى البنسلين لهذا المريض مدى الحياه، لانه لو تم اعطائه بكميه كبيره راح ينتقل يصير في عنده سيستميك رياكشن ممكن يؤدي الى الوفاه. اذا طب كيف العلاج؟ العلاج اهم شيء انا بدي اعالج اهم شيء اللي هو الاير واي سبلاي او الاير واي باثوي، لازم اعمل اكسجين سبلاي، لانه مشكلته الان في التنفس، مش حاجه اقول والله اضع عنده حساسيه بدي اعالجه من الحساسيه، لو عالجته من لو انا حطيته مرهم على كريم للانتي هيستامين حيموت. يبقى اهم شيء في العلاج انه انا بدي اعالج الاير واي سبلاي، لازم اعطيه اكسجين وبعدين مباشرة أعطيه إبنفرين أو أدرينالين، طبعا نفس الشيء إبنفرين أو أدرينالين، لأنه معروف الإبنفرين أو الأدرينالين هو عبارة عن الفسيولوجيكال أنتيدوت للهستامين، لأنه الأساس هو الهستامين، إذا فسيولوجيكال أنتيدوت للهستامين هو الإبنفرين أو الأدرينالين، وبنعطى أي في. بهيك بنكون انحلت المشكلة، وبعد هيك بيبدأ علاج مشاكل الارتكاري اللي تكونت عنده والاشياء اللي تكونت، هذا علاجها انتي هيستامين، لكن ما باجي ادي انتي هيستامين وبسيب الاكسجين سبلاي والابنفرين، اكيد المريض راح يموت، اكيد راح يموت. اذا هذا هو التايب 1 هايبر سنسيفتي رياكشن لوكال والسيستميك. يعطيكم العافيه، وان شاء الله حنكمل المحاضره الجايه تايب 2 والتايب 3 والتايب 4. يعطيكم العافيه، والسلام عليكم ورحمه الله.